الأسوأ في العالم. لا يزال هذا التوصيف يطلق على الأزمة الإنسانية في اليمن، فمنظمة الصحة العالمية جددت إطلاق هذا الوصف على القطاع الصحي الذي يعيش وضعاً مأساوياً، حيث أوصلت الأمراض المتفشية نسبة كبيرة من اليمنيين إلى حافة الموت. ووفق تصريحات صحفية للمتحدث باسم المنظمة، توفي نحو 1000 شخص من أصل 700,000 مصاب بوباء الكوليرا في الوقت الذي يحتاج فيه 20 مليون يمني للرعاية الصحية بسبب انعدام الأمن الغذائي. تأتي هذه النتائج الكارثية لتفشي الأمراض مع التدهور المستمر في المنظومة الصحية التي دمرت أغلبها المواجهات الدائرة منذ الانقلاب والحرب، والتي أدت إلى ما يزيد عن 165 حالة اعتداء على المؤسسات الصحية والفرق الطبية وفق الرصد الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حالة الدمار الواقعة على المنظومة الصحية أثرت بشكل مباشر على توفير الرعاية الصحية، حيث تعمل نصف المرافق الصحية بحسب تصريح المتحدثة باسم الصليب الأحمر سارة الزوقري، التي أشارت إلى عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع حالات الإصابة المتزايدة لأمراض الكوليرا والتهاب السحايا والحصبة. ورغم مرور أكثر من 5 سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي وحرب التحالف التي شنت عليها، لا تزال البنى التحتية للمرافق الصحية وشبكات المياه التي لحقها الدمار دون معالجات حقيقية، وهو ما تسبب بعودة الأمراض المعدية وزيادة عدد الوفيات في ظل اكتفاء المنظمات الدولية بالتحذير والدول الراعية للأزمة اليمنية بوعود التنمية.